الملاحدة مكملين. كيجوني مسلمين صراحة، هما اللي كيجوني في حياتي ما عرفتش علاش، وهما اللي كتكون عندهم واحد الإثارة زعما، هما اللي كيثيروني. ما عندي ما نعرفهم. يا خذي لك المسلمين بدون سؤال، علاش كتسألي؟ خذي لك المسلمين ديالك المهم انت عارفة الوجهة ديالك. والمسلم ما غيبغيش، المسلم ما غيقبلش عليا صاحبي. واش جالس مع واحد كيشوفها مدخل النار؟ ما تقدرش. هي كافرة، هي كافرة دابا، ما كتجيوش في البلدان ديالك، كتجيو بأقصى الجنسية. شنو هي؟ هي كدوي بالجنب. غادي ديري ريحة الحلبة وغادي تخلي البيطان ديالك يطوطو شوية. لا لا لا، شوما النجس الخاسم زيد عليهم النقهة ديال المسلمات. قال لي واحد الحاجة، قال لي دابا تينا شوف، قال لي راه كيف ما كاينة النار كاينة، قال لي كيف ما كاينة جهنم كاينة حتى الجنة. اسمع دابا نقدروا حنا نشوفوا مثلا هتلر قتل ونعرف شحال ديال اليهود، ولكن راه كل واحد الكلب في الزنقة عطالو الماكلة. هتلر ما غيبقاش مجرم، ما غيبقاش مجرم هتلر. الميديا وزيدون ديك الميديا اللي كتقول بلاتي نكمل فالنتينو ما تقطعنيش، قلت ديك الكوتين اللي كتضرب. اسمع، الاله الذي تزعمه ما اعتناش، الاله الذي تزعمه يا فالنتينو ما اعتناش الكتيب، عطانا فف ومن الاخر عطانا العافيه غتحرقك. يعني ما كملش على خيره، كمل على خيرك، اعطينا خويا ما تزنيوش ماشي مزيان، تنظيم الاسره وكذا وكذا شي والامراض، ما تشربوش لان الخمره يذهب العقل، اتفقنا معك. الزينه مجتمع، ولكن نعملوا هادشي باش نحميو راسنا، ولا حنايا عندنا راسنا ما حميناش راسنا، تمشيتينا تحرقنا بالعافيه. شنو هاد اللوجيك هذا؟ دابا الا كنتي انت نبي اش غادي تقولي لينا مثلا؟ الا انت نبي الله وداك الشيء، كنت انا نبي. راه شوف، مادام انا حطيت فيك انتينا الاساليب باش تحمي راسك، مادام حنايا هاد الخير وصلنا، يعني هي ديجا بنادم بالفطره ديالو راه قادر يحمي راسو، الطبيعه ديالك كتقول لك انا شنو تعمل. صافي، جا حداك واحد السلعه غادي تقتلو باش تعيش. من الاخر شفتي واحد كيموت بالجوع حداك، غتفكر الاحساس ديالك تينا، تينا كتحس بالجوع غتعاطف معاه. صافي، ما تعاطفتي شي معاه. شفنا كاين الشر حنا كننظموه، ما محتاجينش الدين باش حنا نحطو قوانين، ما محتاجينش الدين. البشر بنفسه يقدر يعمل قوانين لراسو، ينظم راسو. علاش حنا بالضبط، علاش حنا بالضبط اللي خص الله يجي يقول لينا شي حاجه؟ علاش ما مشاش عند شي اسباس اخر وقال لهم اجي حتى نتوما نعلمكم، نجيب لكم واحد مثلا، يمشي عند الحلاز، يمشي عند الببوش. اشنو هو الببوش؟ اش كتسموا الببوش عندكم؟ غلالة الحلازون. ويجيب لهم تما نبي، جيب لهم واحد الحلازون نبي وعلم الحلازين كيفاش يعيشوا الحياة. بغيت ندير واحد النقطة هنا الإخوان، واحد النقطة مهمة في التاريخ الإخوان ديال الإسلام. الأخت ليدي، انت ما تحتاجيش تسمعاش غادي نقوله بصراحة، الفهم ديالك الحياة وذاك الشيء زوين بزاف، وهذا هو لو كوريكت. والله إلا كنهضر معك بلا تعناب وسلسة. وي وي، أنا فعلا شكرا بزاف على شهادة، أعتز بها الصراحة. لا، حتى دابا عندنا جوج ديال القرآنات وعندنا جوج ديال الأنبياء وعندنا جوج ديال لي ريسيبيون ديال الناس اللي نزلت عليهم هذا الرسالة وهذا النبي المزدوج. دابا كاين واحد لو ميساج في القرآن، وهو هذاك لو ميساج الزوين، هذاك لو ميساج الزوين جاء على قريش، هذاك لو ميساج الزوين ديال الرسول قبل ما يهاجر، هذيك 10 سنين الاولى هذيك نزلت على قريش. اوكي، عندنا واحد القران اخر
نزل في 10 سنين الاخر. هذاك القران ما نزلش على قريش، هذاك القران نزل على الصعاليك ديال قريش. دابا في 10 سنين الاولى كان واحد القران اللي كيخدم المصلحه ديال دوك الناس اللي تارجتد، دوك الناس اللي كانوا الهدف ديال هذوك الرساله، حيت هذوك الناس كانوا كيعيشوا في واحد المجتمع كيقلبوا على السلم وكيقلبوا على الامان، كيقلبوا على الطمانينه، كيبغيو يعيشوا واحد الحياه طبيعيه بحال جميع الكائنات الانسان. هذوك الناس بغاو واحد لو ميساج، وديك 10 سنين الاولى ديال القران عطاتهم هذاك لو ميساج. اوكي، حيت باش هذوك الناس يتبعوا هذاك الدين كان نيسيسير انه لو ميساج يكون ديزيني بواحد الطريقه اللي كتخدم المصلحه ديالهم. علاش؟ حيت الناس كانوا كيعيشوا بالرعي، كانوا كيعيشوا بارسيالمون بالفلاحه، كانوا كيعيشوا بالتجاره. هاد الناس هادو نورمالمون كيبغيو واحد لو ميساج اللي كيخدم المصلحه ديالهم، يعني كيكون ضد السرقه، كيكون فيه التسامح، وكيكون فيه السلم، وكيكون فيه الحلم، وكيكون فيه كاع دوك الحوايج الزوينين اللي كيبغي واحد الانسان اللي ماشي مجرم بالطبيعه ديالو تيعجبوه هاد لي ميساج. وهذا هو النبي الاول، وهذا هو الرساله الاولى، وهذا وقريش هما القوم اللي كانوا معنيون بعشر سنين الاولى ديال الرساله ديال الاسلام. دابا كاينه واحد 10 سنين، واحد لو ميساج كاين في 10 سنين الاخرى بعد الهجره. هذاك لو ميساج ما مديورش القريش، حيت ما كيخدمش المصلحه ديال قريش. دابا داكشي اللي جا في 10 سنين تانية خصنا نعتبروه بأنه رسالة أخرى. علاش؟ حيت الرسالة في حد ذاتها تغيرت، والناس اللي متوجه لهم تغيرت. أوكي، بحال داكشي اللي وقع في 10 سنين الأولى. 10 سنين الأولى كانوا قريش بغاو السلام والأمان والسلم، كاع دوك الايات الزوينه، كاع داك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كاع دوك الشيء اللي زوين في الدين الاسلامي جا عند هذوك الناس، حيت كانوا نفس الطريقه كانوا يتعاملوا مع القران. دابا الميساج الاول كان كيخدم شي ناس بغاو يعيشوا الامان. علاش؟ حيت كانوا كرعاة كيرعاو الغنم والابل وداك الشيء، وكانوا تجار. اوكي، وكانوا كيخدموا بالزراعة. فالميساج اللي كان عزيز على هاد الناس واللي غادي يعجبهم هو واحد الميساج اللي كيخول لهم الأمان والطمأنينة، ويخليهم يعيشوا في راحة في هذاك النمط العيش ديالهم، سواء كان تجارة أو رعي أو زراعة. أوكي، نفس الطريقة هادوك الناس فاش كتجيب واحد الميساج اللي تيقول لك الغنيمة، اللي كيقول لك كتغتنم، أشنا هي الغنيمة؟ هي كتسرق، هذه هي الغنيمة. الغنيمة هي السرقة، غير هي الحرب سيتا مويان ديال السرقة. أوكي، الميساج اللي فيه السرقة واللي فيه القتل متوجه لشي ناس، وباش هادوك الناس يتبعوه كان نيسيسير أنه يخدم المصلحة ديالهم. إذن هادوك الناس اللي جاو في 10 سنين الأولى كانت عندهم واحد المصلحة، هما بغاو الطمأنينة، بغاو واحد القانون اللي يخولهم يكون إزراع والتاجر وراعي الغنم، يعيشوا في أمان، يمارسوا هذاك النمط العيش ديالهم في أمان. أوكي، فكان الميساج أنه خصو
يحمي لهم المصالح ديالهم. كيفاش كنديروا دابا فاش كنديروا انتخابات مثلا، كل واحد يجي تيقولنا غنصوب لكم الطرقان وانا غنصوب لكم القوادس وانا غادي، فهمتيني؟ نفس الشيء فاش كتمشي عند شي ناس وكتقول لهم اوكي انا غادي نعطيكم الحق انكم تسرقوا، انا نعطيكم الحق انكم تقتلوا، انكم تهجموا على عباد الله، انا نعطيكم الحق انك تاخذوا العيالات وتبيعوه. هنايا كتقول هاد لو ميساج في حد ذاته كيعبر على الاهواء ديال هادوك الناس اللي متوجه لهم الخطاب. اوكي، اذا هذاك الشيء اللي وقع تاريخيا في الاسلام كيعبر على ان الاودينس ديال 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 الرساله الاسلاميه ما كانوش لي ميم، ماشي لي ميم، ماشي هادو قريش نفسهم اللي تنزلات عليهم الخطاب هذاك القران في 20. اوكي، ما يمكنش يكون نفس الانسان، يعني واحد علاش؟ حيت كيخلق واحد وهنا كيحل واحد المشكل كبير الاخوان الاسلام. هذاك الميساج كيخلق واحد التناقض في الرساله. اوكي، دابا كاين تناقض في الرساله ياك، عندنا القرآن وفيه تناقض، والتناقض كيف ما تقولوا العرب تناقض صارخ. علاش فين كاين هذا التناقض؟ التناقض هو أنك تقول لواحد الإنسان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي نفس الخطاب حيث القرآن كله خطاب، وفي نفس الخطاب كتقول لي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. داكشي علاش الحل باش ما يبقاش تناقض في الدين، خصنا نعتبروا بأن الناس اللي كان موجه لهم الدين كانوا totalement différents. كدوز من واحد لا ديمونسيون واحد لا ديمونسيون contradictoire مع البراير وان. اوكي، لحقاش ميمكنش تقول لي واحد الرساله كيقول لك فمن شاء فليؤمن وشويه تيقول لك قتل دين امه، كتمشي من واحد ليكستريم ديال السلم لواحد ليكستريم ديال العنف وديال الحرب، انك توصل لمستوى انك تقتل واحد الانسان. دابا باش نحلو هذا خصنا نحطو باش نديرو هاد النظريه، هاد النظريه ولات امبيراتيف ولات نيسيسير باش نحلو هاد المشكل ديال التناقض في الاسلام. فعلا ان فاش تقوت الشوكه ديال محمد، يعني فاش كان ولا عنده نفوذ ولات عنده هيمنه كبر شويه، وكنعرفوا هادي كنعرفوا بأن لمدة 10 سنين الرسول ما صورش كتر من ربما 65، قول 70 واحد تبعوه. بصراحة هذا راه تاريخيا الإخوة، لمدة 10 سنين الرسول تبعوه no more than 70 people، 70 واحد اللي تبعوه لمدة 10 سنين. كل كان كيعطيه مع التمر كون ولا كون ولا عنده شي 2000 ولا كون غير دور معه. هذا يحيلنا كسنديو هاد لا ديفيرونس هادي الاخوان. الى اعتبرنا بان هاد جوج ديال الناس اللي نزلت اللي جاب لهم محمد الرساله كيختلفوا، الرساله كون بقات كون معتمدتش على العنف ما كانش غادي تنجح، كانت غادي تنضات انذاك. دوك المبادئ اللي جاب محمد في 10 سنين الاولى والأنصار اللي جمع لمدة 10 سنين الأولى ما كانتش غادي تخول للرسالة حق البقاء. السبب الوحيد اللي جعل الرسالة تكبر لهذا المستوى
وتكون عندها واحد الهيمنة بهالطريقة هذه. هو 10 سنين ثانية. علاش؟ حيت منين بدأت تشرميل أولا خصنا نصدقوا هذه، ما يمكنش واحد الإنسان كيعيش في هذه الكرة الأرضية تجيب له واحد دين فيه السرقة، فيه القتل، فيه الذبح، فيه جميع أنواع الإجرام. وهذه هي حقيقة الإسلام. الإسلام فيه الإجرام بلا حدود، ما عندوش حدود، ما عندناش واحد البلافون، واحد سيلين كنقولوا أوكي هنا الحد ديال العنف. أوكي، حيت جميع أنواع العنف استعملها الإسلام. ما نهضروش على لي ديتاي، ولكن إن فوق توصل لمستوى أنك تحيد لواحد الإنسان الحياة ديالو، إذن قعدك شي لي قل من هذاك إلي سوغ لا طاب. يعني بغيتي تقطع ليه يدي قطع ليه دادو بلي دون في زكو علق دي المومن قلاويه، قطع ليه راسو، خد ليه البنات ديالو، خد ليه الممتلكات ديالو، جوع دين امو، حرق دين امو. الحريق ما داروه، شي داروه داروا علي بن أبي طالب، ياس حرقوا عباد الله. أوكي، دابا ما يمكنش لشي شعب يكون كيعيش في واحد المجتمع ويكون عنده واحد دستور، واحد القانون، واحد النظام فيه القتل والذبح والسرقة وجميع أنواع العنف. هذا النظام اللي جاب الإسلام ما يمكنش تسير به دولة. هذا النظام اللي جاب الإسلام هو في حد ذاته ثقافة قريشية، ماشي قريشية، ديما كنقول قريشية ولكن دابا تغير رأيي ديالي. ثقافة القريشية فعلا ثقافة بدائية، كاين كتغويت. ثقافة الإسلام فعلا ثقافة بدائية، هذه ما حيداش الطبيعة. أوكي، ثقافة بدائية باش عرفناها، كيقول لنا شي حاجة اللي متجاوزة عند السريانيون والبابليون وذاك شي، تجاوزوا شي نصائح جابهم لنا الدين. ما يخص كيفاش نتجوزوا ونطلقوا، هذا شي كان متجاوز لمدة 6000 سنة قبل ما جاء الإسلام. أوكي، دابا الإسلام جا لجوج ديال الناس. كاين الثقافة القريشية عرفناها بدائية، باش بدائية من خلال الدين ديالو، واحد الحجرة كتبقى تدور عليها 7 المرات، كتمشي كتهز الحجر كتبقى تضرب، كتمشي لواحد البلاصة كتبدا تهرول، كتشد واحد الحولي كتذبحو. هادشي مسائل بدائية حتى باش كنوصلوا لمستوى الدين. مثلا هو بدون دين ما كانش غادي يكون الإنسان. علاش؟ حيت الدين هو واحد لافاز، واحد البروسيسوس خصو يدوز منه الإنسان قبل ما يتحرر. يعني احنا دابا كإنسانية باقي ما وصلناش لمستوى الإنسانية. انت غادي توصل لمستوى إنسان هو الوقت اللي غادي تخدم دماغك 100%، فهمتي؟ هو الوقت اللي غادي تشد الانرجي ديالك كلها وغادي تحطها في هذا الوجود المادي اللي كتعيش فيه. لحد الان عندنا لو انتيغ ديال الاجريجيت ديال الانتيليجنس جينيرال ديال الهيومانيتي، لو انتيغ فيها كيامن بالخرافه. هذا الشيء الا جربنا، الا شفنا على مستوى الدين كنشوفوا الدين عند ثقافات الاخرين. شوف الدين، اشنو هما الاهرام؟ الاهرام دين، الاهرام سيتون غوليجيون. الاهرام كيعبرنا على المستوى ديال لا غوليجيون في هذاك الوقت عند جميع الحضارات. يعني حتى الى كومباريتي لا غوليجيون ديال الاسلام كتبان لك بانها تري تري بريميتيف لهذاك المستوى ديال الريليجيوسيتي اللي وصلوا ليه الحضارات الاخرى، بحال اليونان، بحال الرومان، بحال
الفراعنة، البابليون، الأشيريون، الفينيقيون، القرطاجينيون، السريانيون، البيزنطيون، كاع هادوك تشوف الى شتي الديانات ديالهم غتلقاهم ديانات وصلوا لواحد المستوى عالي في الدين في الخرافة، ولكن تألقوا في الخرافة. الفات باش تشدي واحد الحجرة وتبقى تدور بها وتشدها وتبقى تضرب بها وتمشي تاني تبقى تهرول وتطلع فوق واحد الجبل كتجري وما تقتلش القملة وما تقتلش هذاك الشيء وداك الطقوس اللي احنا كنهضروا كيف ما دابا، حيت ما يمكنش نتخيلوا من كيف هذاك الوقت الكري، من كيف هذاك الوقت شكون عنده شي تصويره. هذا امينوف غادي لنا واحد التصويره ديال السعوديه في 1940. كاين واحد مكة وهذيك مكة فيها وحدها واحد البلاكة ديال كوكاكو. اوكي واخا كاينه راه حدا واحد البلاكة ديال كوكاكولا باهته، وحطنا هذيك باش يشوفوا الناس اشنا هي مكة في 1940. دابا خصك فاش تشوف التصويرة غادي تخيل مكة 1400 سنة هذه، اوكي، وغادي تخيل اش كان كيفاش كانت هذاك شي حاجه جد 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 بدائيه، شي حاجه عندهم ربما عندهم حجيرات محطوطين وكيدوروا عليهم غير ثلاثه الحجيرات هذيك. المهم anyway غير باش نعبروا على البدائيه ديال قريش، باقي ما دخلناش عند الشماكريه، باقي ما دخلناش عند هذاك النبي اللي جا عند هذوك الناس اللي ما كانوش اللي كانوا هما الاصل ديالهم ربما ماشي قريشي، ولا كان قريشي هذوك ناس منبودين، هذوك ناس خارجين على المجتمع. علاش؟ حيت الشريعات اللي جاب الاسلام لهذوك الناس ما يمكنش تخدمها مع قريش، امبوسيبل، ما يمكنش هذوك التشريعات اللي جاو ديال التشرميل والاغتنام وداك الشيء ما يمكنش، والاستقاق ما يمكنش تطبقهم على الناس ديال قريش، ما يمكنش ديرهم التشريع، ما يمكنش تعطيهم واحد المصداقية وانت كتعيش في واحد المجتمع آمن، كيعيش بواحد طريقة ليجيتيم. واحد الإنسان فلاح ما كيحملش شي واحد يصرفه، ما كيحملش شي واحد يقتلو يدي ليه ولادو يدي ليه الأرض ديالو يمس ليه الممتلكات ديالو. بغيتي تصيفط ليه واحد الرسالة كتقول ليه أنا غادي نجيب لك أنت نضمن لك بأن الممتلكات، وفعلا قال لهم نوع السرقة وقال هذاك الشيء كله في الأول حيت كان كيخدم المصلحة ديال هذوك الناس اللي كانوا كيعيشوا آمنين، اللي مساكن دراوش كيبغي كيضرب تمارة وكيجي كياكل، ما بغى يتعدى على حد، ما بغى يسرق حد، بغى يعيش آمن كيف ما كيعيشوا جميع ماشي الكائنات الحية ولكن كيف ما لا نغم عند الإنسان. أوكي، وهذه هي لا ديستينكسيون اللي خصنا نعودوا نديروا فهذا. و ميم طون كدفعنا نقولوا بان اوكي داكشي علاش بنادم كيقول لك والاسلام دين، واش اشنو هذاك الشيطان هذاك يا نصب الشيطان فين كانوا كيرجموه شحال هادي فاش كان بداك الشكل قبل ما اوكي طلعوا هذاك الفوق هي هذيك ديال كوكاكولا وداكشي شي كي داير الاخوان. شو بنادم كي لابس الدرابل واش تقدر تحط إلفيس بريسلي تحطو تمايا؟ ها؟ تقدر تحط إلفيس لابس السوم البيض صدافي من التحت وليبات وذلك شي ما يجيش. 1940 كان عايش فيها ألبي، واش فهمتوا وصلكم ذلك شي اللي بغيت نوصل لكم وخطي ما فيه ما يتوصل يا إخوان؟ درافت نعم وصلك الميساج يا ويدي زاد الهجة حيت هذا هو كوكاكولا عاتي راه اللي مزيان ديك التصويره هي كوكاكولا بين نفس الكارونت وكوكاكولا تما وشو بنادم لابس كل مصيب كوكاكولا مصيبين الكفار الميريكا وقال لك راه لا محمد لا مكه كتعني ديك كوكاكولا اقيلا كيبيعوا لهم المناضله كوكاكولا والاحرام كلهم دايرين الاحرام يعني في موسم الحج الكفار كوكا هي اللي كتبرد كوكا كولا نجس كوكا هي اللي كتبرد كوكا كولا نجس شوش
قلب على شي صوره اخرى امينوف تلقى حدا شي بلاك ليبل شي كوكا كولا حدا شي بلاك ليبل وي. اذا ندول ميساج الاخوه اشنو هو الاسلام؟ الاسلام هو واحد ثقافه بدائيه ديال قريش وهيمنات عليها واحد الثقافه ديال ولاد القحال. دليل على ذلك ان كاع داكشي اللي جاب الاسلام زوين وكتقول هذا مزيان وكيخدم الانسانيه كتلقاه عند الانسانيه دوناتيغ، غريزه في الانسان، النظافه غريزه في الانسان، حرمت عليكم امهاتكم غريزه في الانسان، اي حاجه جابها الانسان. وهذه هذا ديما كيوقع التساؤل، كتقول علاش اي حاجه زوينه جابها الاسلام كتجيبها الانسانيه، جابتها قبل منه وجابتها بعد منه وجابت حسن منه. اوكي كيفاش تعامل الانسان، كيفاش تعامل الحيوان، الطاكس، كاع داك الشيء اللي كيقولوا المسلمين بانه زوين الانسانيه جابت حسن منه. اوكي الشينوي تا هو كتمشي كتلقى معاه كتلقاه انسان عادي، كتمشي عند البرازيلي كتلقاه انسان عادي وزوين. اذا هاد الناس واش مسلمين؟ ماشي. سؤال الاخوان، علاش الواجب ديال الانسان انه يدافع عن الدين ديال الله؟ شنو هو المنطق انك كتجي وانت الواجب ديالك انك تدافع عليه؟ الواجب ديالك ان تبغيه اكثر من اي حاجه اخرى باش يبقى حيدك ماشي يستمر طبيعه الحال، ماشي يستمر صيروره. اي لما دافع عليه هذا وهذا وهذا كلها ما غادي ينطبق، لان الانسان هو خليفه الله في الارض. هو مسؤول، كل راع مسؤول عن رعيته. لا هو مسؤول على الامانه، كلكم راعين وكل إنها يا إن هذه الأمانة للجبال فأبينا. فاش بغيت نتزوج قالوا لي، قال يا إن هذه الأمان فأبينها وشرح علينا ما قال له واحد السماء. وهذه الأمانة، وهذه الأمانة هي الزواج، فهمتيني؟ دل يدي الكلب الرو والدو. ولكن ديك الساعة كنت مسلم تخشعت. كان خشي واحد يخورني باش ندير ديك التنقيزه، فهمتي؟ مع كتنقص كيتحرك الدم. هذا هو محمد الزين ديالك. دابا الالحاد هو عدم وجود الالهه، ما هو دليلك يلي على عدم وجود الالهه؟ شنو هو؟ ما هو دليلك على عدم وجود الالهه؟ لا أنا غير كنهضر على محمد بوحده، يقدر يكون المسيح ابن الله، يقدر يكون موسى نزل وداك الشيء. اصلا هذا سؤال غلط، هذا عبلاتي، هذا سؤال غلط. الا جيت قلت لك انا ملحد لا بوجود الله، تقول لي واعطيني دليل على عدم وجود الله. الا جيت انا قلت لك انا امن بواحد الاله سميته بولول، نقول لك اعطيني دليل على عدم وجود اله بولول، راه ما تقدرش تعطيني دليل على عدم وجود اله بولول. هو ماشي واش كاين ولا ما كاينش، هو هذا المشكل كاين في لو كونتاكت، واش هضر مع الانسان. فاش كتسول واش هضر مع الانسان كتلقى ما كاينش ان بوت، ما كاينش. تيقولنا هضر مع الانسان باش يزيدنا شي حاجه، شي مصلحه، يخدم شي مصلحه. قلبنا على هذه المصلحه لينا حنا ما لقيناها، قلبناها المصلحه لعند الاله ما لقيناها. يقولك باش نعبدوه حتى العبادة. إذن علاش غادي يكون هاد لو كونتاكت مع خالق المجرات؟ علاش؟ حيت نتايا عندك شوية ديال لا سيبستونس غريز استخدمتيها في الله، ولا حيت نتايا ما قابلش غادي تموت وصافي بحال الكائنات الأخرى بقيتي بغيتي تعيش؟ ما جاو نكحوك الأديان. رجع بي الليرو وقال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون.
صافي لا ليا لا وهذه في حد ذاتها كتقول اوكي what the fuck is العباده فاش كتحط شتي غير هذا الا درتي سوجي تكتب العباده وتحلل هذه العباده حتى شي حاجه في العباده ما عندها واحد لا لوجيك اللي كتجي مع خالق هذا اشنا هي العباده هي كتقرا القران منين جا القران الله هو اللي قالوا لك الا شي حاجه هو اللي قالها لك كنت عاودتي قلتيها ليه واش كتسمى عباده لا منطق اذا اشنا هي لا ديفينيسيون ديال العباده واش هي دير شي حركات اشنا هي لا ديفينيسيون واش هي تطلع وتنزل ولا واش هي تحط راسك بحال شي يهودي على حيط المبكى وتبقى تهلل واش هي بحال عند المسيحيين كيمس ليدو وكيدير دو اشنا هي العباده هي تخاف من شي قوه خارقه غير ما وراء الطبيعه لا ولكن العباده طريقه ديال باش تعبر على انك تعبد اش غادي دير واش غادي تشطح واش غادي غادي ما تاثرش عليك الجاذبيه كيفاش غادي العباده واحد شي حضره وبقى تدور عليها وانت كتعبد ولا ضرب عليها راسك انا كيبان لي شتي هذا رمضان حتى هو والله العظيم هذا هو البدائيه فهمتي ان بنادم يصوم شهر غير باش هذا كيعبر على هادو ما داروهاش الفراعنه ما جابوهاش البابليون هادو حضارات واعرين في الدين كيعطيوه الصليه الفراعنه بنوا الاهرام على قبل الدين اوكي وما جابوش هاد الطريقة بنادم كيجوع دفق تجعتي اش بغى خالق المجرات منك انت الى جعتي شهر وات ولكن الصحية الرمزية لا الصحة باش مشيو نقراو الصحة الريجيم تقرا داكشي ديال الميدسين تقرا البيولوجي حنا كنهضروا على الدين خالق هاد الوجود جا كيهضر مع الانسان هادك علوم في تم متناول الانسانية اوكي تعطي الله واشي لا مكليتيش وشربتي نهار كامل 12 ساعة ولا 14 ساعة فاش كتمشي عند طبيب معمرو كيسولك واش كتجوع مزيان طبيب كيسولك واش كتاكل مزيان فاش كتاكل مزيان كتعبر على انك your life كتاكل مزيان الوقت اللي ما كتكونش كتاكل هذه سي لا ناتور هيومان هذه الطبيعه ديال الغريزه ديالك علاش انت غادي تمشي تحبس الماء من الوقت ديالك ديالك سيدي باش تحس بخوك الفقير تحس بخوك الفقير الفخوك الفقير تحس بالجوع كي داير وتحس بالعطش كي داير وتبدا تحن عليه حتى هو زعما هذه هي المعنى نو داكشي نو حتى شي حاجه هادشي ما عنده حتى شي مبرر ماشي غير الصيام حتى شي حاجه في الاسلام ما عندها شي لوجيك ما عندها شي مبرر وكلها كتضر الانسان كتخلق ليه شي ديسكونفور شي مال كونفور كلشي كاع داكشي اللي كلشي داكشي اللي جاب الاسلام مضر امراض نفسيه لا خصو لا علاش حيت واحد البورسونتاج منه بدائي وواحد البورسونتاج منه همجي اسمع فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وعرفنا معنى الخلق وهو أنه الإيجاد على التقدير المناسب للحكمة في المخلوق فكل شيء أوجده الله أوجده على نظام يؤدي المراد منه أداء بحيث لو أردت أن تعرف ذلك لو أن الأرض اقتربت من الشمس أكثر مما هي الآن بأي قدر من المقادير لاختل نظام الحياة فيها جميل لناش سمعتي شعراوي قلت لك قربت عجوية ليش كيكو
قديم هذا الفيديو، قال لهم حق العباد كيف نعبد الله حق العباد. تفضلوا تفضلوا اخوان فريمك. دابا خصك دابا كاينه كاينه في اليوتيوب وكيبين لك اشنا هو الارض اون فونكسيون ديال الشمس. واحد النقطه صغيره، دابا الشمس كبر من الارض ب 1.3 مليون فوا، يعني الا شديتي 1.3 مليون حجم ان فوليوم قد ديال الارض تخشيهم وصل 1.3 مليون ارض، مليون تاخ، مليون ارث، مليون تير. ولكن ابي اللي راه بلي ديمونسيون ديال الدنيا ماشي بلي ديمونسيون ديال الاخره. دابا فهمتي هادشي اللي كتقول دابا راه بلي هادشي بلي ديمونسيون ديال الدنيا، لي ديمونسيون ديال الاخره راه حاجه اخرى. حيت تيقول هذا هو القالب اللي تيقول لك، تيقول لك حنا كتدخل خصك تفكر بحال الله، فهمتي؟ كتقول لي العبودية، تيقول لك واش عرفتي العبودية انت؟ هكا تقول لي حيت انا انسان وما كتخدمش المصلحة ديالي، تيقول لك لا هذاك الشيء ما كيتفهمش في لا ديمونسيون ديالك، خصك تدخل لا ديمونسيون ديالو هو. اييه فهمتيني؟ أيه ديما كيديروا كاد القالب، تيقول لك هادشي بالمفهوم ديالو هو والكاباسيتي مونطال ديالو هو راه كثار من ديالك، اذا انت خصك دير وما تسولش، حيت هذاك الشيء اللي كتقول ما كنهضروش عليه، انت كتعيش في واحد لا ديمونسيون ديال الانسان. اييه كتعيش في موضوع ديمونسيون الهي لا جدالة ولا نقاشة ولا تخدمش عقلك. اكزاكتوم، هذه هي التخريجة اللي كيديروا لك ديما فاش كتهضر معاهم على شي حاجة خصهم، هذه من التخريجات اللي كيقولوا لك فاش كيقول لك لا راه داك الشيء بالمفهوم ديالك انت. أيه. داك الشيء علاش تيقول لك خرجة ماشي هي خرجة. أو حكمة يا كضرافات. وإلا كانت خرجة ماشي هي خرجة فماذا تعني دخل؟ ماذا تعني دخل؟ والله العظيم هذا واحد العنوان درناه ديال الليل، يقول لك تعني طمعا في الجنة، في الجنة عبد الله طمعا في الجنة. يلا تفك مع دابا انت حتى والله العظيم الا مشيت للمغرب الى بنادم كي ريحت مع شي بنادم كيشوفوا الجنة ماشي غير متيقنين منها، ما وصلوش لديك درجة المعرفة واليقين وداك، فهمتيني؟ كيشوفوها هما الجنة وجهنم فيزويال، داكشي عندهم نورمال انه كمريح كيهضر على الجنة كيهضر على جهنم كيهضر على النعيم. ايوا ولادات خينا كيقولها لي بحال هكا، تيقول لي الحور العين وغادي ان شاء الله نتمتعوا داك. ولي فيديو سوفيسبوك اللي كيكتبوا عليهم اهوال جهنم وكيبينوا بنادم جاي غير العظام. لا هذاك حتى كيقرب الحج، الوقت ديال الحج عاد كيبداو يخرجوا دوك التسجيلات كيديروا فينا الحاله ديال جهنم. والله الا بصح وكيبداو يخلعوا عباد الله باش يمشيو للحج. الا لقيتي المنطق ديال الجنه وديال الاخره، الا لقيتي المنطق، الا كاين شي لوجيك، إذا كان شي ريزن ديال الجنة، ما كاين تشي حاجة لي لوجيك كتقول لك بأن راه كاينش، غير الدنيا عزيزة. وشنا هو بس الدنيا عزيزة عند الإنسان، وكيتكيعي وكيخلق واحد الدنيا تما كيبغي يحاول ما امكن يخرج من الواقع ديالو، انه راه كيعرف غير هذا العالم، هذاك العالم الا ما جربوش ما غادي يعرف عليه حتى شي حاجه. هذيك هي، وهذاك هو اللي دفع الانسان يبغي هذاك لو برودوي اللي هو الدين، يعجبو هذاك الدين. وكاين واحد العالم اخر هو ما بغاش يتواضع ويرجع لمستوى الكائنات الاخرى اللي كاينه واللي كانت، ما بغاش يتواضع ويقول انا كنعيش وكنموت عندي، ما كنسولش اش غادي يوقع، ما كان انفيستيش شي غرام ديال الانرجي ديالي في هذه الدنيا على واحد النهار فاش غادي. داكشي اللي كنصورها في هذه الدنيا خصني نخسرها على هذه الدنيا.
الحلم هي علاش الحلم اللي تبغي تنعس ما تفكرش واش غادي تفيق تتنعس صافي تتنعس يعني ما تخسرش واحد الانرجي وتقول واش انا غنفيق غدا ولا فهمتي يعني اوتوماتيك موت تفضل تفضل وي 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 نسج الخيار عرفتي شنو فين تيخليك تخليك ابي الليل هذا امينو خصك تضربو بشي ميديا لا لا تريح دافع اشنو هو دابا هاد القضيه ديال الموت الى عندك شي حاجه بوحدها ما يمكنش تعطيها اون ديفينيسيون اوكي اي حاجه كيف ما بغات تكون الى كاينه وان اوف ذا كايند غير وحده بحال مثلا فاش كتقول الله او لا بحال فاش كيكون كتقول البرقوق ولا المشمش وكاين غير المشمش نزل لاين على الجد نزل لاين على البوك نزل اما الوالده ديالك ما تستاهلش اش كنت كنقول تبدل الشيطان اللي عندك اي حاجه فيها كاينه غير بوحدها ممكنش تعطيها انديفينيشن دابا مثلا تخيل ان هذا الوجود كله فيه غير البرقوق ما فيه لا مشماش لا خوخ لا تشي حاجه اخرى كل غير البرقوق لا تفاح لا بعويد لا دلع دابا واش دابا تقدر تسمي الدلع ياك تقدر تسمي المشماش تقدر تسمي البعويد تقدر تسمي اي حاجه تقدر تسمي اي حاجه علاش حيت بوحدو اي حاجه بوحدها ما تقدرش تعطيها اون ديفينيسيون دابا لو بلو غاف هو الموت هنا مازال عندك ان اي حاجه واحد الحاجه الموت ما عندك والو اذا ما كتقدرش تعطي اون ديفينيسيون باغ ناتور ما كتعرفوش اذا كيبقى عندك مجهول هذاك المجهول حنا طبيعه الانسان ما كيبغيش يخلي ان بوين دانتيغوغاسيون ديما خصو اما يجاوب على داك بوين دانتيغوغاسيون ولا يدير دي بوسيبيليتي هكا الدماغ كي فونكسيوني اوكي فاش تعاملنا مع الموت درنا نفس غير كانت فيه واحد لانتونسيتي علاش حيت طبيعه الانسان كيموت على الحياه فيه غريزه البقاء وهذيك غريزه البقاء كتحتم عليه انه كيبغي يبقى حتى فاش يموت اوكي تقول انا غادي نموت ولكن كيقول لك الحياه ها وجع يا الحياه بعد الموت فاش كتقول الموت كتحبس ما كتجيش فهمتي صافي فاش كتجي الموت كتجي الموت ما كاينش حياه بعد الموت بعد الموت ما كايناش حياه الحياه كاينه قبل الموت الموت كتعني لا فان دي اند ديال الحياه منين جات هاد العباره هذه هاد العباره جات اولا انسان بغى يخلق حياه علاش حيت ما يمكنش يتخيل انه كيعيش في العدم علاش حيت ما عمرو جرب العدم علاش حيت العدم is one of the kind ما يقدرش يكون باري مع شي حاجه اوكي اذا هنايا كاين طلب ديال الانسانيه ما قادرش تواضع وتقول انا غادي نموت جاو شي ناس خلقوا الديانات استغلوا واحد الانسان اللي ما بغاش يتواضع ويقول بانني انا كنداتر كيف ما كنداتروا لي زانسكت كيما كنداتر الحوت الطيور الحيوانات النباتات كل شيء كنداتر علاش حيت العدم هو سيتان كونسيبت ديال الحياه الموت ماشي شي حاجه لي فلوت ديمونسيون الموت راه شي حاجه في الحياه
الموت راه انيليمون في الحياة. دابا احنا بغينا نبقاو، احنا ما بغيناش نموتوا. المخير في هذا العالم تمشي عند إيلون ماسك تقول لي الثروة ديالك غادي تموت من هنا شهر، اعطيني الثروة ديالك نزيدك عام في حياتك، يعطيك الثروة ديالو كاملة باش يعيش عام. غريزة البقاء. إذن هنايا عندنا واحد الإنسان ما قادرش يفهم شنا هي الموت، كيموت على الحياة. طبيعة الحال اش غادي يدير؟ خصو يخلق حياة بعد الموت. اولا كتجاوب على السؤال، حيت السؤال كيكون فيغيديك، ولكن فاش كنقول لك انت غادي تنتظر كنقول لك العدم عينيك كيبقاو يدورو في بلاصتو. فاش كيجي الدين الدين كيحل لك هذا المشكل. هذا خلق لينا واحد لو مارشي، واش الناس بغاو الحياة بعد الموت؟ قالوا اوكي احنا غنبنيو السيناغوغات وحنا غادي نبنيو لكم الجوامع وحنا غادي نبنيو لكم الكنائس. والإنسانية عبر الزمن، علاش؟ حيت لا ريليجيون سي اون نيسيسيتي، بدون ريليجيون ما غاديش تكون الإنسانية. امبوسيبل امبوسيبل واحد الإنسان اللي كان حيوان وغادي يوصل توتالمون يستعمل الدماغ ديالو 100% باش يتادابتا مع هاد الوجود. خص داكشي حتى هو يدوز على ان بروسيسوس ديفولوسيون، يعني ان المخ ديال الانسان باقي غادي في هذاك لو بروسيسوس ديال ليفولوسيون، باقي كيتطور. امتى غادي يوصل للبوتونسيال ديالو؟ هي الوقت اللي غادي يفهم اشنا هو العقل ديال الانسان. اوكي، هذه هي علاش كاينين لي ريليجيون الاخرين. لي ريليجيون اللي دازوا في التاريخ كانوا نيسيسير، انت كان الاصل ديالك دوده ودابا وليتي انسان. اذا اتس لونغ جودي، اذا واش يقدر واحد الانسان يوصل للوعي بانه راه ما كاين حتى شي عالم، يعني انه يتخلص من هذا معنى الوجود، انه واش كاينه واحد الحياه بعد الموت ولا ما كايناش؟ واش يقدر يتخلص من هذا السؤال؟ ما غاديش يتخلص منه. فسولو اينشتاين قال لهم نيكست جاد از غانا بي كوزميك جاد. فسولو اينشتاين قال لهم بان الاله اللي جاي غادي يكون اله ديال لونيفير. علاش هاد الشيء؟ حيت عندنا واحد البوتنسيال ديال الانتليجنس، وعندنا واحد واحد البورسيون منو لي نيسيسير لي كنستعملوها في واحد شي حاجه. لاس قاعد المسائل ديال واش كاين الله، هو اصلا احنا ماشي الدماغ ديالنا اني با ديزاين باش يجاوب على هاد السؤال، غير باش يتعامل مع الوجود البوتنسيال ديالو. دخل هاد المسألة ديال نتسألو شكون خالق هاد الوجود. الفكرة هنا اللي كاينة هو الطاقة ديال الإنسان خصو يستعملها للراحة ديالو، وهاد الشيء العبادة إني با إكسكلو. العبادة هي يقدر يستعملها الإنسان باش يخدم المصلحة ديالو. أشنا هي العبادة؟ هي الشكر. فاش كتجي وكتعيش واحد الحياة وكتقول واو شوف أنا ما كانش غادي يكون عندي وجود، البروبابيليتي باش يكون عندي وجود قليلة بزاف، ودابا عندي وجود. من طبيعة الإنسان أنه يشكر، ومن طبيعة الإنسان أنه فاش كيشكر يقدر يلوح ليه شي سيستانس زوينة في الدماغ ديالو كيتمتع. سنغمال. ولكن العبادة خص ما يكونش فيها النيجاتيف، خص فاش دير البيلون ديالك تلقى بأنك رابح مع العبادة. رابح واش ربحتي في الحياة مع العبادة،
حيث العبادة هي مثلا إلا قلت لك أنت في هذا اليونيفير وفيه 200 مليار مجموعة فيه 200 مليار مجرة وكيكبر بواحد السرعة أكثر من الضوء كيتوسع بواحد السرعة أكثر من الضوء فاش كتريح كتحس براسك بأنك وحيد في هذا الوجود. أنا مرات كيجيني فيلين بأنني صعيبة أنني اعتبر نفسي أنني شي حاجة تافهة على الأقل فاش كتقولها كاين شي واحد كتعطي لاصق واحد القيمة من هذا الوجه. من الوجه الآخر الإنسان من طبيعته أنه يشكر الإنسان من طبيعته أنه فاش كيشكر الدماغ ديالو كيزيد واحد الساعة كده كاين واحد لاصق ساتيسفاكسيون فهذاك الشكر فاش كتشد واحد كتحل ليه الباب وكتشد ليه الباب وكيدوز وتيقول لك شكرا فهذاك الشكر كاين واحد لا ساتيسفاكسيون يعني توي كيميكومون بروغرامي باش تكون واحد الانسان زوين باش تحس بالراحه فاش كدير شي حاجه اللي كت وهذا الشيء منه العباده نايس ان يكون عندك واحد الدين ما فيه لا جهنم لا نار لا حور العين لا البن لا عسل لا العافيه لا السلاسل لا اسحبهم على وجوههم وقودها الناس والحجاره كهذاك الشيء ما فيهش خالي من هذا الترهيب والترغيب. علاش؟ حيت هذاك ليليمون ديال الترهيب الانسان ما عندوش ماشي غير الانسان جميع الحيوانات الكائنات الماميفير كلهم عندنا مع الامان تمشي عند الدوده كتبغي تعلق النمله كتبغي تعلق الحوت كيعلق الفراخ كيعلق فهمتي اذا هذاك ليليمون ديال الفير اللي كيجيب لك في الحياه كيخلق لك مشكل. تخيل بانك تعيش حياتك وديما كاين واحد دوك جوج ولا القحابه سميتو لكن مولكا وكنهضروا مع شي ناس اللي كيامنوا بهذا الشيء 100% واضح وضوح النهار. كاين اللي تيقول لك كاين الثالث كاين فناكر ومونكار وكاين شي قال لك شي امن بالثالث متلت متلت سمعتي كيفاش غادي تعيش الحياه ديالك اشمن لذة على الحياه الى هادشي كنهضروا على الاسلام إلا كتعرف بأنك أنت غادي لا بد ما تتحرك لا بد وخا يخشي لك عصب عاك ولا قضيب ديالك بشوية ديال الزيت سخون تخيل كيفاش غادي تعيش الحياة ديالك واش واش هادشي كنا كنفكروا فيه فاش كنا مسلمين فاش كنا مسلمين ديما كنفيقوا في ديما ضرب الحساب ناري كنبول ناري خصني نصلي ناري ما صليتش ناري فطرت ناري خصني نفطر ناري قد العمل قطره ديال البوله الا قاست لك اللحم تتقول هذيك البلاصه ديال اللحم غادي تحرق يوم القيامه ناري هذيك بيالك وي هدف حد ذاته عناء ما يمكنش واحد الانسان كيعرف بان المصير ديالو هو غادي يتحرق اوكي كيعرف بان المصير حتما انا فاش كنت مسلم ولكن ديما كنقول انا ما مزيانش انا مقود صوير مزيان علاش حيت الاسلام ما فيهش دي ا بي سي و دي و او وصافي وانت راك ناجي تيقول لك واخا ديرهم كاملين تقدر تشق ليه هو فعال لما يريد ماشي كنهضروا نظريا هادشي كنا كنفهموه هادشي كنا كنستنشقوه اوكي كنا كنفهموه كنشوفوه ان رياليتي اوكي ناو كيفاش بغيتي واحد الانسان كيعيش بهذا الشبح ديال الموت تابعو تخيل مثلا الصلاه خصك ديما تصلي وخا ما كتصليش كيبقى ديما كيعاتبك دير دابا ميكرو تطوار اش كتقول ليه ميكرو اش كتقولوا ليه ميكرو تطوار ميكرو تطوار كنقولوا ليه تريطوار راه وجهك تريطوار
ميكروفون عملك واحد الشيخ راهو الفوق بيالير سلم عليه راهو الشي شكون هو سولوا واحد خينا قال لي لماذا نعبد الله قال لي هل طمعا في الجنه او خوفا من النار او لشيء اخر ويدير لي قصه صراحه ها قال لي دير لي قصه صراحه دخل لي في قصه صراحه ودا عليه لا هذيك هي العباده الزوينه بصراحه الاخوان والله زوين دابا المشكل هو اش غادي تعبد احسن حاجه ما عرفتش انا علاش غتقولها كاع ولا دير شي حركات ولا تقرا هذه المساله ديال العباده اش غادي دير غتشطح اش غادي دير باش كيفاش انت غادي تعبد واصلا مع ما كاين حتى شي فونداسيون اي حاجه غادي ديرها يعني كتبقى انك انت عندك الاختيار انك يكون عندك واحد الطريقه ديال التواصل اوكي كنقولوا هذا الشيء حيت صعيبه ان الانسان يقول ماشي حنا كاين شي ناس للاخوان كاين شي ناس اللي تيقول لك انا غادي نخرج من الاسلام خصني نبلاصي بشي حاجه كتقول لي لا اتس اوكي تقدر تخرج شري واحد البيكالا وشري الكاسك ديالها لبس الحوايج ديال البيكالا وتدخل في العشيه وبقى بانوا لك شي مشاش في الزنقه من العشيه للعشيه عاد سير فرق عليهم ياكلوا سير للسبيطار لقيت شي ناس ما عندهمش ما